بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع. إلى هذه الفقرة مع كتاب بيالي كومبروندر، ونستأنف مع لا بيش دون لي روشي. لا بيش دون لي روشي، إذن الصيد في الصخور. الصيد في الصخور، طبعا هنا نتكلم عن لا بيش، ومنها مثلا لو فيغ بيشي فعل اصطاد، ولكن نتكلم هنا عن صيد البحر أو الصيد في الأنهار إلى غير ذلك. طبعا كما قلنا في حالة الحديث عن صيد البري، صيد الطيور أو الحيوانات البرية، إذن في هذه الحالة نتكلم عن لا شاس، ومنها مثلا لو فيغ شاسي، ومنها لو فيغ شاسي. لما سي روتيغي اون ديكوفر لي روشي دو لا بلاج، ميشيل اي جان سون فون ا لا بيش دون لي روشي. جان ا امبورتي ان فيلي attaché au bout d'un grand bâton. Dans les trous, l'eau de la mer est restée. On y aperçoit des crabes qui courent au fond de l'eau et des crevettes grises. Michel plonge la main dans l'eau pour attraper une crevette, mais la crevette se sauve plus loin. Elle nage très vite. Tu ne pourras pas l'attraper à la main, dit Jeanne. Regarde comment il faut faire. Michel plonge la main dans l'eau. إذن ميشيل أنه يغمس، طبعا نتكلم هنا على لوفير بلونجي، هنا يسي لوفير بلونجي كونجيكي أو بريزون. إذن نقول جو بلونج، تي بلونج، إل بلونج، نو بلونجون، فو بلونجي، إل بلونج. طبعا في حالة فعل كهذا أنه ينتهي بجي أو إر، ينتهي بجي أو إر، مثلا لوفير مانجي، عادة أننا نحذف أر في الأفعال المنتهية بأر ثم نضيف لترمينيزون مثلا الخاصة بلو بريزون. طبعا عندما نقول نو مانجون عادة نحذف أر ثم نضع أو إن إس، ثم نضع أو إن إس، إلا في حالة أفعال مثل هذه الأفعال مثلا. إذا طبعا نبقي على أ حتى لا نقرأها نو مانجون، نو مانجون. إذن حتى نقرأها نو مانجون أننا نبقي على أ، لأن جي لا تعطي صوت جي إلا إذا كانت متبوعة بأ أو بإي أو بإيغريك أو بإيغريك، فهاد الحالة تعطي صوت جي. أما في غير ذلك فتعطي الصوت غ. في غير هاد الحالات أن جي عندما تكون متبوعة بحرف صامت مثلا أو بأحرف أخرى مثلا أو، أو تكون متبوعة بأ أو متبوعة بإي مثلا، إذن في هذه الحالة هاد جي تعطي الصوت غ. ميشيل بلونج لا ما دون لو، إذن ميشيل أنه يغمس يده في الماء. بور أتخابي إين كروفيت، إذن هو يغمس يده في الماء بور أتخابي لكي يقبض إين كروفيت، إذن حتى يقبض على الجمبري أو نوع من الأسماك كما ذكرنا فيما سبق. إذن حتى يقبض على هاد السمكة، حتى يقبض على سمكة بهذا الشكل كما ذكرنا ملك خوفيت، ولكن هذه السمكة سوسوف بلوا، يعني أنها تهرب بعيدا جدا، بعيدا جدا. طبعا عادة عند الحديث عن لوفير بسوفي بدون هاد سو، يعني نتكلم عن الجأ أو أجارة، يعني أنك تقي شخصا من المطاردة مثلا، أنك تحمي شخصا. إذا نتكلم عن لوفيرب سوفي، ولكن هنا نتكلم عن لوفيرب سوسوفي. كما نقول بأن الإنسان أو الحيوان أو أي ما شيء آخر أنه يحمي نفسه، ولكن عادة عند الحديث عن لوفيرب سوسوفي إذا المقصود به في هذه الحالة هرب. عادة نتحدث عن فعل هرب. ملاك خوفيت سوسوف بلوا، ولكن سمكة الجمبري أنها تهرب بعيدا. إل ناج تخي فيت، إذن هي تسبح بسرعة كبيرة. طبعا نتكلم هنا على فيرب ناجي، نفس الشيء عند تصريف هذا الفعل، نفس الطريقة كما ذكرنا فيما سبق مع لو فيرب بلونجي. إذن لو فيرب ناجي نفس الشيء، نقول جو ناج، تي ناج، إيل ناج، إيل ناج، نو ناجو. إذن في هذه الحالة نبقي على أ
حتى لا نقرأها نوناجون نوناجون فوناجي إل ناج إل ناج. في حالة مؤنث نقول إل ناج، هنا يسبحنا. إذن هنا إل ناج تخي فيت، إذن هي تسبح بسرعة كبيرة. Tu ne pourras pas l'attraper à la main. Tu ne pourras pas l'attraper à la main. أنت لن تستطيع. طبعا هنا عندنا لو فيرب بوفوار، هنا ici لو فيرب بوفوار conjugué au futur simple. إذن tu ne pourras pas. أنت لن تستطيع l'attraper. كما نقول قبضه قبضه، تقال بهذه الطريقة تقريبا. Pour l'attraper. إذن tu ne pourras pas l'attraper. أنت لن تستطيع قبضه، القبض عليه. على ما باليد، أنت يا ميشيل لن تستطيع القبض عليها على ما باليد. دي جان، يقول جان، ثم يقول له غوغارد كومو إل فو فيغ، انظر كيف يجب إل فو. طبعا هنا عندنا لو فيغ فالواغ كونجيغي أو بخيزون إل فو. طبعا عادة هاد لو فيغ فالواغ أنه يصرف فقط مع هاد إيل، يعني لا يصرف مع بقية الضمائر. إذن إلفو، نقول إلفو يتوجب. شكون هو اللي يتوجب؟ طبعا هاد إيل لا تعود على شخص، ولكن نتحدث عن أن برونو أن بيرسونيل. إذن نتكلم هنا عن برونو أن بيرسونيل، كما نقول ضمير غير شخصي لا يتعلق بالأشخاص، بل هو يأتي في الكلام هكذا فقط، يعني أننا اعتدنا على استعماله بهذه الطريقة. إذن نقول مثلا انظر كيف يجب العمل، انظر كيف يجب العمل. من الذي يجب؟ هي تقال هكذا غوغارد غوغارد. طبعا هنا عندنا لوفي غوغاردي كونجيغي على امبيراتيف. غوغارد سي لوفي غوغاردي كونجيغي على امبيراتيف. إذن نقول غوغارد regardons regardez regarde regardons regardez. إذن فلتنظر فلننظر فلننظر كلنا، ثم regardez فلتنظروا فلتنظروا أنتم أنتم فلتنظروا. regarde comment انظر كيف. il faut faire يتوجب الفعل أو العمل. ميشيل بلونج لا مان دون لو pour attraper une crevette. Mais la crevette se sauve plus loin. Elle nage très vite. Tu ne pourras pas l'attraper à la main, dit Jeanne. Regarde comment il faut faire. Tu attaches une sardine au fond du filet. Tu poses le filet sur un rocher. Les crabes et les crevettes viennent manger la sardine. Alors tu tires vite et ils sont pris. Jeanne place son filet. Il attend quelques minutes. Puis il tire. Puis il tire. إذن tu attaches une sardine au fond du filet. أنت تربط. طبعا هنا تنتكلمو على لو فيرب أتاشي دو لا ميم فاسون كونجيغي أو بخيزون. tu attaches. طبعا نقول مثلا j'attache tu attaches il attache nous attachons vous attachez ils attachent ils attachent elle زطاش. إذن هم يربطون، هن يربطنا. tu attaches une sardine. أنت تربط سمكة au fond du filet. au fond du filet يعني في عمق الشباك، في عمق الشباك. ثم tu poses le filet sous un rocher. tu poses le filet sous un rocher. ثم أنت تضع le filet تضع الشباك سو ان روشي اسفل صخره اسفل صخره تحت صخره. اذا هنا عندنا ايضا فعل بوزي، يعني فعل وضع مصرف في الحاضر. كما تلاحظوا بان هذه الافعال المستعمله في هذا النص هي تقريبا كلها مصرفه في لو بريزون. تي بوز انت تضع سي لو فيرب بوزي هذا فعل وضع. Tu poses le filet. أنت تضع الشباك sous
سوء عوشي أسفل أو تحت صخرة. ثم ليك خاب إي ليك خوفيت فيان مونجي لا ساردين فيان مونجي لا ساردين ليك خاب إي ليك خوفيت. إذا نتكلم عن ليك خاب السلطعون، إذا نتكلم عن مجموعة من السلطعون إي ليك خوفيت، ثم نتكلم عن مجموعة من الأسماك بالشكل الذي ذكرنا فيان. فيان أنهم يأتون، طبعا هنا عندنا لو فيرب فينيغ مصرف في لو بريزون. فيان أنهم يأتون مونجي، يأتون لأكل لساردين، يأتون لأكل السمكة التي ذكرنا قبل قليل والمربوطة في عمق الشباك. عندما يأتون ليأكلوا alors tu tires vite، إذن حينئذ أنت تجذب بسرعة، تجذب بسرعة. ils sont pris ثم هم يؤخذون، ثم هم يؤخذون. طبعا هنا عندنا لو فيرب بروندر كما تلاحظوا مصرف في البريزون ولكن à la voix passive، à la voix passive يعني في كما نقول المبني للمجهول كما ذكرنا فيما سبق. إذا ليك خاب إي ليك خوفيت فيان، عندنا هنا لو فيرب فينيغ كما قلنا مصرف في البريزون، نقول جو فيان تو فيان إيل فيان نو فينون فو فيني فو فيني، أنتم تأتون إيل فيان إيل فيان، هم يأتون كما عندنا هنا ليك خاب إي ليك خوفيت فيان. إذا هاد السلطعونات ثم ليك خوفيت كما نقول جمبري فيان أنهم يأتون مونجي، يأتون لأكل لا ساردين. وعندما يأتون لأكل السمكة alors tu tires vite، حينئذ أنت تجذب بسرعة. طبعا هنا عندنا لو فيرب تيري كما قلنا مصرف في البريزون. اي ils sont pris ثم هم يؤخذون. طبعا كما تلاحظوا هنا عندنا لو فيرب prendre، عادة عند الحديث عن لو فيرب بخوندر هذا الفعل من المعنى ديالو عند الحديث عن أخذ أكيد أكيد أننا نتحدث على واحد الشخص أنه يأخذ شيئا وليس هو الذي يؤخذ. ممكن نتحدث عن حيوان أنه يأخذ شيئا وليس هو الذي يؤخذ. إذا عند الحديث عن لو فيرب بخوندر إذا فعل أخذ أكيد كما تلاحظوا بأنه غيتصرف لنا مع لوكسيليير أفواغ. عادة لو فيرب بخوندر غير من المعنى ديالو تنعرفوه أنه تتصرف مع لوكسيليير أفواغ، ولكن هنا كما تلاحظوا بأنه مصرف مع إيطخ. إذا تنتكلموا على هاد الأسماك بأنها تؤخذ، إذا تنتكلموا هنا على المبني للمجهول يعني أنها ستؤخذ، المقصود بأن شخصا سيأخذها أو شيئا ما سيأخذها. ممكن نتحدث هنا عن الشباك أنها ستلتف عليها وتأخذها مثلا. ils sont pris بحال تنقولوا حنا بالدارجة بأنهم غيتشدوا ملي غتجي هاد السلطعونات مثلا وهاد الأسماك من أجل أكل هاد السمكة. إذا alors tu tires vite، إذا عندئذ أنت تجذب بسرعة. ils sont pris ثم أنهم يعلقون بالشباك. إذا جان بلاس سون فيلي، إذا جان أنه يضع يموضع بمعنى آخر سون فيلي سون فيلي شباكه، إذا هو تيوضع الشباك ديالو بشكل مدروس كما نقول أنه يهندس المكان الذي سيضع فيه هاد الشباك. جان بلاس سون فيلي، طبعا نتكلم هنا على فيرب بلاسي كونجيغي أو بخيزون. جان بلاس سون فيلي إلى طون كيلكو مينوت، ثم هو ينتظر، هو ينتظر كيلكو مينوت بضع دقائق. طبعا هنا عندنا لو فيرب اتوندر ونسي لو فيرب اتوندر، هذا فعل انتظر مصرف في لو بريزون. اذا نقول جاتون تي اتون إلى اتون نو اتوندون فو اتوندي إيلز اتوند إيلز اتوند، هم ينتظرون. إلى اتون كيلكو مينوت، اذا هو ينتظر بضع دقائق، إذن هو ينتظر بضع دقائق. بوي إل تيغ بوي إل تيغ، ثم هو يجذب. طبعا هنا عندنا لو فيرب تيغي، عندنا لو فيرب تيغي هذا فعل جذب. تي أطاش إن ساردين أو فون دو فيلي تي بوز لو فيلي،
sont un rocher, les crabes et les crevettes viennent manger la sardine, alors tu tires vite et ils sont pris. Jim place son filet, il attend quelques minutes, puis il tire. Dans le filet, Michel aperçoit trois crevettes et un crabe. Dans le filet, Michel aperçoit trois crevettes et un crabe. إذن في الشباك عندما جذب بسرعة كما قال له جين إذن ميشيل أبيرسوا طبعا هنا عندنا لو فيرب أبيرسوفوار هنا ici لو فيرب أبيرسوفوار كونجيغي أو بريزون on dit à la conjugaison du verbe أبيرسوفوار أو بريزون j'aperçois tu aperçois il aperçoit nous apercevons vous apercevez Vous apercevez, ils aperçoivent, ils aperçoivent. إذن هم يلمحون. طبعا نتكلم هنا على الverb apercevoir. هذا فعل لمح. يعني أنك تتنظر بواحد السرعة. Dans le filet, إذن في الشباك, ميشيل aperçoit. إذن ميشيل أنه يلمح. Trois crevettes. إذن هو ينظر ثلاثة أسماك من الجمبري. Et un crabe. ثم ينظر إلى سلطعون إذن هذه الأسماك طبعا أنه تم القبض عليها من خلال هذا الشباك إلى أفونس لا ما إلى أفونس لا ما بو بخوندر لو كخاب إلى روتيغ إلى روتيغ أون كخيون لو بوتي كخاب لا بانسي إي سيت أكروشي أ سون دوا ميشيل سوكو سا ما لو كخاب طومب إي ديسباري دون لو كخاب طومب Et disparaît dans l'eau. Dans le filet, Michel aperçoit trois crevettes. Iden fishibak, Michel anou yelmeh. Trois crevettes, telata min asmak al-jambari, et un crabe, touma yelmeh meda, touma yelmeh saltaoun. Il avance la main pour prendre le crabe. Iden houa yuqaddim, taban houna t'kalim al le verbe avancer. On est ici, le verbe avancer, conjugué au présent. إذن نقول j'avance, tu avances, il avance, il avance, nous avançons, vous avancez, ils avancent. طبعا عند الحديث على لو فيرب avancer تماما كما رأينا قبل قليل مع لو فيرب manger طبعا عندنا السي غتجي من بعد منها غتجي بعد منها بالأحرى أو إن إس نتكلم على لا تيرمينيزون دو بخيزون أفيك نو أفيك لو بخونو بيرسونيل نو تصريف لو بخيزون مع الضمير نو مع الضمير نو عادة نحذف أو إر كما ذكرنا ثم نضع مكانها مع نو نضع أو إن إس ألف طبعا عند كتابة نو زافونسون طبعا سنكتب سي ثم نضع بعدها او ان اس اذا سنقراها نوزافونكم وحتى لا نقراها كذلك طبعا نضيف ما نسميه انسيديل اذا طبعا نضيف ما نسميه انسيديل اذا على شكل خمسة حتى تعطي الصوت اس ان صح التعبير اذا نقول نوزافونسون اما فوزافونسي طبعا الصي بعد او تقرا كاس تعطي الصوت اس ثم الى افونس نفس الشيء اذا عندنا الى افونس لما اذا هو يقدم اليد طبعا بعد مرات نتكلموا في مجال المال عند الحديث في مجال المال اذا نتكلم عن لي زافونس ممكن ان الزبائن يدفعون أموالا مقدمة مثلا إذا نتكلم عن ليزافونس إذا إلافونس إذا هو يقدم لما بور بخوندر لو كخاب إذا هو يقدم اليد المقصود بأن ميشيل يقدم أو يمد يده بور بخوندر لو كخاب حتى يأخذ السلطعون إلى غوتيغ أون كخيون ثم جذبه صارخا ثم جذبه صارخا اذا طبعا نتكلم على لو فيرب كخيي طبعا بالاحرى هنا عندنا لو بارتيسيب بريزون لا نتكلم على لو بارتيسيب باسي
اللي تيجي بعد لوكسيليغ افواغ او لوكسيليغ اتر في الازمنه المركبه. هنا نتحدث عن لو بارتيسي بريزون، طبعا تتكون عنده في الاخر ديالو ان تي، ولكن كما تنشوفوا بان عندنا لو فيرب كريي او بالاحرى عندنا هاد الصيغه كريون مسبوقه بهاد اون، مسبوقه بهاد اون، فنحصل على ما يسمى في اللغه الفرنسيه على لو جيرونديف، لو جيرونديف دي فيرب كريي. اذا يسمى لو جيرونديف هو تتكون من اون زائد لو بارتيسي بريزون الخاص بالفعل، عادة أنه تفيد التزامن. بحال دابا عندنا هنا إلى غوتيغ، ثم هو يجذبها أون كريون صارخا، في الوقت اللي هو تجر هاد السلطعون هو تصرخ. إذا هذه أون كريون أنها تفيد هاد المعنى ديال التزامن، تزامن فعل مع فعل آخر يقوم به مثلا نفس الشخص كما عندنا هنا. إلى غوتيغ أون كريون، ثم يجذبه أو يجذبها أون كريون صارخا. ثم لو بوتي كراب لا بانسي، بعد مرة تنتكلمو على البانس، تنتكلمو على اللقاط. إذا هنا نتكلم على لو فيغ بانسي، يعني أنك تتلقط، المقصود بأنك تقبض على شخص أو تقبض على شيء تماما كالملقاط. إذا لو بوتي كراب، إذا نتكلم عن السلطعون الصغير، لا بانسي أخذه كالملقاط، لا بانسي أنه قرصو أو شد عليه. إي سيت أكخوشي أ صوندوا، ثم هو عالق أ صوندوا بأصبعه. إذا طبعا كما ذكرنا بأن ميشيل مد يده حتى يجذب هذا السلطعون، لكن السلطعون قبض على أصبعه وعلق به. طبعا ممكن نتكلم على لو فيرب اكروشي، يعني انت تعلق شيئا بشيء اخر كما ذكرنا فيما سبق، انك تربط شيئا بشيء اخر. اذا نتكلم على لو فيرب اكروشي، طبعا هنا نتحدث عن لو فيرب ساكروشي، يعني كما نقول جعل نفسه يعلق، جعل نفسه يعلق او جعل نفسه يرتبط بشيء. اذا كما قلنا هنا اي سي تاكروشي، ثم هو عالق، نتكلم عن السلطعون اي سي تاكروشي. طبعا ملي تنتحدثوا على هاد الافعال اللي تتكون عندها هاد سو، بحال هنا عندنا سو اكروشي، سو عندنا اس ثم بعدها او سو اكروشي، اذا هاد اس بعدها او، ثم عندنا الفعل مبدوء بان فويال، اذا طبعا سنحذف هاد الاولى ثم نضع ابوستروف. إذا نتكلم على لو فيرب ساكروشي، فعل عالقة. طبعا الأفعال اللي تتكون بهذا الشكل هذا، اللي تتكون عندها سو، ملي تنصرفوها في لو طون كومبوزي في واحد الزمن مركب، في العادة تتصرف مع إتر، ما عندهاش الخيار مثلا أن تتصرف مع أفواغ أو إتر، عندها إمكانية وحدة أن تتصرف مع إتر. طبعا تنتكلمو على واحد الشيء أنه يجعل نفسه يعلق، إذا راه أكيد ماشي هو تيجعل واحد الحاجة أخرى هي اللي تتعلق، هي التي تعلق، بل جعل نفسه. إذا أكيد راه واضح بأن هذا الفعل غيتصرف مع إتر، إي سيت أكخوشي. إذا ثم هو عالق أ صوندوا، ثم هو عالق بأصبعه، بأصبع ميشيل. ميشيل سكو سما، إذا ميشيل سوكو سما، ميشيل يحرك سما يده. طبعا أحيانا نتكلم عن السكوس، السكوس يعني نتكلم عن الاهتزازات، الاهتزازات اهتزازات السيارة مثلا، عندما تجد الطريق غير سوي تكون هناك اهتزازات. هنا طبعا نتكلم عن لو فيرب سكوي، سكوي أنك تهز، أنك تتخلق هاد الاهتزازات. أشنو هز هنا؟ هنا ميشيل أنه يهز يده، أنه يحركها هكذا بسرعة. لماذا؟ لأن السلطعون يعلق بأصبعه. إذا في هاد الحالة لو كراب طومب، لو كراب طومب، إذا في هاد الحالة السلطعون أنه يسقط. طبعا هنا عندنا لو فيرب طومبي دو لا مي فاسون
conjuguée au présent et disparaît. Ici, on a le verbe disparaître. Conjugué au présent. Et là, on a fait l'ikhtafa, on sera fait l'hadir. Le crabe tombe et disparaît. Nakuluna, je disparais, tu disparais, il disparaît, nous disparaissons, vous disparaissez, ils disparaissent, ils disparaissent. Et là, on ikhtafoun. Et là, le crabe tombe et disparaît. ثم أن السلطعون يسقط ثم يختفي أين اختفى؟ ضلو اختفى في الماء إذا المقصود بأنه هرب دون لو فيلي ميشيل أبيرسوا تخوا كروفيت إي أن كراب إي لافونس لا ما بور بخوندر لو كراب إي لا روتير أون كريون لو بوتي كراب لا بانسي إي سيت أكروشي أ سون دوا ميشيل سكو سا ما لو كراب طومب إي ديسباري ضلو إذن طبعا في الفقرة القادمة إن شاء الله سنستأنف مع ما تبقى. إذن هذا فيما يخص الفقرة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.